مرحبا بكم زوارنا الكرام في هذا الشرح الذي سنقوم من خلاله من توضيح عملية ترقيم صفحات الوورد وكيفية البدء من صفحة معينة. فكثير من الباحثين لا يستطيعون ترقيم صفحات الوورد من صفحة معينة يريدونها، مثلا كالصفحة الرابعة أو الخامسة أو السادسة. سأقوم بالرجوع إلى الخلف حتى أقوم بحذف الترقيم الذي قمت بوضعه من قبل. كما تلاحظون فلا يوجد ترقيم في الأسفل، فقط اتبعوا الخطوات خطوة بخطوة فالأمر سهل جدا. أول شيء نأتي إلى إضافة في هذا الخيار الثاني، بعد خيار إضافة نأتي إلى هذا الخيار أرقام الصفحات، نضغط عليه ثم نختار إما أن نضع الرقم في أعلى الصفحة أو رأس الصفحة أو نضعه في أسفل الصفحة. في تجربتنا هذه سنضعه في أسفل الصفحة لأنه الأمر المتعارف عليه. بضغطة واحدة سوف ترقم جميع الصفحات من 1 إلى 17، وهو حجم الملف الذي أقوم بالتجربة عليه. الآن أنا لا أريد أن أبدأ الترقيم من هنا، بالعكس أريد مثلا هنا أن أضع رقم 1، 2، 3، 4 ثم أعيد الحساب من جديد، أي الانطلاق ابتداء من الصفحة السابعة مثلا برقم 1. كيف أفعل ذلك؟ الأمر بسيط، فقط تابعوا. ننزل إلى الأسفل، هذه الصفحة التي أريد بها ترقيما جديدا، أي أن أنطلق برقم 1 من هنا. ماذا أفعل؟ آتي إلى الصفحة التي تسبقها مباشرة، أضع هنا زر الكتابة، ثم ماذا أفعل؟ آتي إلى تخطيط الصفحات إلى الخيار رقم 3 من القائمة الرئيسية، ثم أضغط على هذا الخيار وضعية الصفحات، ثم أضغط على هذا الخيار الصفحة الثالثة. هذا الخيار إخواني ماذا قلنا؟ نأتي إلى تخطيط الصفحات، ثم إلى وضعية الصفحات، ثم إلى هذا الخيار الصفحة التالية، نضغط عليه فيأخذني مباشرة إلى الصفحة التالية عفوا، وهي الصفحة رقم 7 بالترقيم السابق. ننزل إلى الترقيم إلى أسفل الصفحة، نضغط مرتين فيأتينا هذا الخيار كما تلاحظون. ماذا نقصد به؟ باللغة العربية معناه أي أنه فك الارتباط الصفحة رقم 7 مع الصفحات التي تسبقها. نضغط عليه فيتم فك الارتباط. الآن تم فك الارتباط. نحن الآن في المرحلة الثالثة، ماذا نفعل؟ نعود إلى الأمر إضافة وهو الخيار رقم 2، نضغط، نعود مرة أخرى إلى إدراج رقم في الصفحات، نضغط. الآن لن نقول له أعلى أو أسفل الصفحة، بل سنقول له شكل ترقيم الصفحات. سنضغط عليه تفتح لنا هذه النافذة، هذا الشكل الافتراضي أنه يوجد هناك تتابع في الترتيب. ماذا سنقول له؟ نأتي إلى هذا الخيار أننا سننتقل إلى ترقيم جديد، أننا سنبدأ من 1 وإلى الأمام، والصفحات القادمة عندها ترتيب آخر. نضغط على أوكي أو نعم بعد إدراج 1 طبعا، لو نريدها 2 نضع 2، طبعا نحن سننطلق من 1 وأضغط نعم. تغير الترتيب إخواني، لكن يجب أن أتأكد هل تغير الترتيب سابقا أم لا. كما تلاحظون الترتيب توقف في 6 هنا وانطلق من 1 هنا، 1، 2 إلى غاية 11. أتمنى أن يكون الشرح قد كان بسيطا وسهلا للفهم للجميع، وأي سؤال الرجاء ترك تعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله في شروحات قادمة.